وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. في حاجة ثانية بعد كده ناخد حديث ثاني: لعن الله الخمر وشاربها. طيب هل يلعن أحد على شيء إلا إذا كان حرام؟ هل عندنا نص في القرآن في السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أحدا من الأمة أو لعن أحد فعل شيء أو فاعل شيء إن هو مكروه يعني يفعله ولا ما يفعلوش مش مشكلة؟ هذا اللعن هذا يعني هذه عقوبة ولا يعاقب بها إلا من ارتكب إيه؟ محرم. وشرب الخمر من الكبائر. لعن الله الخمر وشاربها وسقيها وبائعها ومبتاعها اللي هو البايع والمشتري، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، باع للمسلمين أو لغير المسلمين. كل مسكر حرام، باع للمسلمين أو غير المسلمين. هذا كلامي، هذا من خلال الأدلة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نقولش هذا زاد في الحديث خلاص، لكن الحديث لم يفرق بين بيعها أو شرائها مسلم أو غير إيه أو غير مسلم. كل مسكر خمر. ذهب جماهير العلماء منهم أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث والحنابلة وبعض الشافعية لأن كل ما أسكر فهو خمر حقيقة، سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. شوف، إن لله، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وفي لفظ عند مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن عمر قال: أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. والخمر ما خامر العقل. ما فيش واحد بقى ياخد الحديث ويقول لك الخمر في ايه؟ في الخمسة دول بس. لا، هذا ذكرهم عبد الله بن عمر، هذه مشهورة اللي كانت موجودة في زمن في 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 وقته، لكن في خمر النهاردة من غير هذه الأشياء. ولأن القرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة، عندنا فهم الصحابة. أنا لا أدري أي إنسان عنده عقل ولا عنده دين يفسر الآيات على غير تفسير، يقول لك هذه فقط مسألة اجتناب، مش مسألة حرمة. طب لو كانت المسألة مسألة اجتناب، الصحابة لما نزل الأمر بتحريم الخمر ماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم؟ ماذا فعل الصحابة؟ هذا اللي يعني هم أعرفوا الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، قاموا إلى الخمر فأهرقوها حتى سارت في المدينة شوارع من الخمر. ما قالوا: لا ده هي اجتنبوها نعملها ولا ما نعملهاش. هذا كلام باطل. ذهب أكثر الشافعية وصاحب أبا حنيفة وبعض الملكية إلى أن الخمر هي المسكر من عصير العنب إذا اشتد، سواء أقذف بالزبد أم لا. إذا أسكر الكثير فالقليل حرام. مش بقول لك بقى مدام القليل ما يسكرش يبقى مش حرام، كاس كده ولا كاسين مش مشكلة. هذا كلام باطل، هذا إنسان مفتري على الله عز وجل. ما أسكر كثيره، يعني لو تشرب لك 5-6 كاسات إزازة خمر هتسكرك ولا ما تسكركش؟ ستسكرك، يبقى قليله حرام، لا يجوز حتى شرفة واحدة، لا يجوز لك أن تأخذها ولا أن تشربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر حرام، وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام. كل ما غيب العقل فهو خمر، لقول عبد الله بن قول عمر بن الخطاب: والخمر ما خامر العقل. ويدخل طبعا بقى في مسألة تغييب العقل عندك الحشيشة، الأفيون، الدروج، الأشياء، الهروين، البنجو، كل المسميات اللي هي ليست بشيء يعني شيء سائل يشرب، إنما هي دخان وشيء من هذا، فكلها حرام. وهي كلها مسكرات، أي نوع من أنواع المخدرات التي تخدر العقل وتسكره فهذه حرام، لا يحل أخذها بإجماع الفقهاء. لحديث أم سلمة
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. ضرب الخمر للمضطر، ما سبق من تحريم الخمر إنما هو في الأحوال العادية، أما عند الاضطرار فيرخص شرعا، وحد الضرورة ألا يكون ألا أن يكون الإنسان بين أمرين، إن لم يشرب سيموت، ما عدا ذلك لا. ما فيش واحد يقول لي ضرورة الآن لأن كنت مشدود مع جماعة وكنا جالسين على الطاولة وجلسة ها وعيب والرئيس في العمل مش عارف خدت حاجة بسيطة كده بس حياء، الله أحق أن تستحي منه. هذا الذي فعل الحرام ما استحى من الله، تستحي أنت أن تلتزم بالطاعة؟ فهذا كله حرام، لا يجوز. ما فيش حاجة اسمها ضرورة في مسألة هذه، ولكن أنا شربتها بس ضرورة، لأن لو ما شربتش ربما فصلني، تفصل ها مش هتموت، وستجد رزقك، لأن رزقك مش بيد هذا. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واحد كان عنده خمر وتاب الله عز وجل عليه، فقال لك بدل ما نرميها يقوم يضع فيها شيء تتحول هذه الخمر إلى خل بفعله هو، لا يجوز. أما إذا تركها فتخللت تحولت إلى خل، فهذا يجوز له أن ينتفع بها.